أهلا بكم لنشرة الاقتصادية من قناة الشروق. أبدأها بالعناوين: ضوابط جديدة لتوزيع حصص الدقيق والوقود بالخرطوم، مواطنون يشتكون من الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوزع آليات زراعية للمجتمعات المستضيفة للاجئي دولة جنوب السودان. كشفت سلطات بالخرطوم عن تدابير جديدة لضبط توزيع حصص الدقيق المقررة للمخابز لتأمين سلعة الخبز للمواطنين بجانب انسياب المواد البترولية لمحطات التوزيع، وقرر اجتماع طاري للجنة ضبط الدقيق والوقود والغاز بمحلية الخرطوم قرر تعيين مناديب من الوحدات الإدارية للإشراف على توزيع الدقيق للمخابز والرقابة على تحويل كل الوارد من الدقيق إلى خبز للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الأخرى بجانب الإشراف والرقابة على توزيع الوقود والغاز بالمحطات والمنافذ المعتمدة. كما تقرر اعتماد مخزون استراتيجي من الدقيق لمقابلة الحالات الطارئة في الإمداد، فيما وجهت اللجنة بإغلاق أي مخبز يثبت تلاعبه في الحصص المقررة له من الدقيق عن طريق التسريب أو التهريب، وإنفاذ قانون الطوارئ لكل من يثبت تورطه في تهريب الدقيق أو الوقود. شكى مواطنون بولاية الخرطوم من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخضروات رغم وفرة المنتجات في الأسواق، وانتقدوا غياب الرقابة على الأسواق في ظل ما وصفوه بجشع التجار، وشهد تعدد من المنتجات مؤخرا ارتفاعا كبيرا بما في ذلك ارتفاع أسعار الخراف بشكل ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. الغلط يا جماعة سببه شنو؟ سببه في انتهازيين مدعين فرص. باتت الأسواق تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات في كل صباح يوم جديد دون رقيب، وبات التجار يتنافسون في الأسعار، فما تجده بسعر عند تاجر يختلف تماما عند تاجر آخر، وهذه الفوضى أثقل كاهل المواطن كثيرا. بس يا زعر الطماطم دي الموقف السوق ذاتها يعني بتغلي يعني وبتنزل وبترخص وبترفع، يعني أمس غالية ب200 الكيلو، الليلة ب150 140 130 أمس ب200. التجار عزوا المسألة إلى دخول السماسرة في جشع لا مبرر له بالرغم من وفرة الطلب. كل يوم بيرفع ينزل بيرفع ينزل، ما له مال المجال. هاي والله صار من السبابين الجوا اللي لبسنا السوق دي، الناس اللي بيشتروا بالعربات ويقسموا هم سبب ما غيرهم. ليست الخضروات أو المواد الاستهلاكية وحدها التي تشهد فوضى في الأسعار، فمع اقتراب عيد الأضحى المبارك انتقل نار الأسعار إلى سوق الخراف وبلغ جشع التجار شأوه. هاي طيب أقل سعر كم؟ أقل سعر 4.5 الصغير. 4.5 هاي متوسط ب6، الخروف الكبير ب8. ما بتنزلوا أكتر من كده؟ ما في والله، إحنا ذات اللي يعبى 4.5 ما أخذ بأكتر من 4. المتوقع إنه يعني كل ما العيد قرب الأسعار تنزل؟ احتمال، لأنه بيجيب الساعي والراعي والمولد احتمال تنزل ما هاي. كل هذا في بلد يضاهي بثروته الحيوانية ومساحاته الزراعية وأراضيه الخصبة، فمن المسؤول عن إيقاف هذه الفوضى؟ ناجي فاروق، الشروق، الخرطوم. بحث والي الخرطوم المكلف أحمد عبدون حماد مع مدير هيئة مياه الشور بولاية القضارف بل بولاية الخرطوم مالك عمر بحضور مدير شركة بايورا الإنجليزية التي نفذت محطة مياه المنارة بمحلية كرري إمكانية إنشاء محطة مماثلة في منطقة أمدون بمحلية شرق النيل بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 1300 متر مكعب في اليوم لحل شح المياه بمنطقة شرق النيل بشكل جذري قبل الصيف القادم. وأكد الوالي المكلف رغبة الولاية في تنفيذ مشروع محطة أمدون بذات المواصفات التي نفذت بها محطة مياه المنارة والتي أسهمت في توفير إمداد مائي مستقر لمحليتي كرذي وأمبدة. احتفل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بولاية النيل الأبيض بتوزيع الآليات والمعدات الزراعية للمجتمعات المستضيفة للاجئي دولة جنوب السودان بمحليتي السلام والجبلين
وذلك بمشاركة والي النيل الأبيض المكلف حيدر علي الطريفي. وأعرب الوالي عن شكره لدول اليابان السويد وهولندا، وثمن الدور الكبير الذي تطلع به منظمات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لتنمية المجتمعات المحلية، وقال أن هذه الآليات والمعدات الزراعية تشكل إضافة حقيقية لاستقرار المجتمعات المستضيفة وتحسن من أوضاعهم. اليوم نحن بندشن المعدات اللي بتقدمها برنامج الأمم الإنمائي لهذه الولاية، هذه الولاية التي تستضيف 10 معسكرات للاجئين، وهذا التدشين يجي في دعم المجتمعات المضيفة لهؤلاء اللاجئين، وبحمد الله وتوفيقه. وكل المعدات اللي نحن شايفينها ورانا دي عبارة عن زراعات، حاصدات، تكاسي الزراعات، وكل أنواع المعينات بتاعت الإنتاج. فيما أكد منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالولاية عبد المنعم الباهي أن تمليك مدخلات الإنتاج الزراعي للمجتمعات المستضيفة يسهم في استقرار هذه المجتمعات وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وأشار إلى أن المشروع يستهدف 5 مواقع بمحليتي السلام والجبلين. ويأتي هذا المشروع تكملة لكل الجهود المبذولة من العام 2014. هذه الجهود التي تقوم بدعمها برنامج الأمم المتحدة للمياه بالولاية، والذي يسعى بشكل حقيقي جدا لتنمية واستقرار المجتمعات على هذه الولاية. يأتي هذا المشروع بتمويل من الإخوة في الحكومة السويدية والحكومة الهولندية والحكومة اليابانية، ويستهدف 5 من المواقع بالولاية، هي منطقة جوري وجودة وبوسن والوراق، ويأتي من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي والتمكين وتمليك المجتمعات المستهدفة بكل مدخلات الإنتاج التي تساعد في استقرار تلك المجتمعات. أكد مدير عام وحدة السدود موسى عمر وصول عمليات تأهيل محطات الضخ بمشروعي المناصير وكحيلة لمراحل متقدمة، لا سيما على صعيد مشروع كهرباء بيارة كحيلة أبو حمد، والخاص بتحويل أنظمة التشغيل في محطة الضخ بالبيارة الرئيسية ومحطة الرفع من نظام الديزل للعمل بالكهرباء. ولفت إلى أن كهرباء نظام الري بهذا المشروع ستساهم في استقرار عمليات الري، مما يشكل دعما كبيرا للمزارعين. قال باحثون اجتماعيون شاركوا في عمليات مشروع البحث الاجتماعي الإلكتروني الذي يستهدف الفقراء بولاية سنار إن نتائج المشروع كشفت أن أكثر من 68 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر وبحاجة للدعم وإدخالها في مشروعات إنتاجية تخرجها من دائرة الفقر للإنتاج. وأشاروا إلى أن المشروع وفر قاعدة بيانات من شأنها أن تساعد جهات اتخاذ القرار في التخطيط السليم لتقديم الدعم والخدمات لمستحقيها. الفقر من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد المجتمعات، وتسعى عدد من المنظمات والوكالات الحكومية وغير الحكومية لتفادي مخاطره وتحصين المجتمعات منه. في هذا الصدد اختتمت ولاية سنار مشروعا بحثيا اجتماعيا كشفت نتائجه عن حاجة أكثر من 68 ألف أسرة بحاجة للدعم ولمشروعات تنتشلها من وطأة الفقر. يمكن التخطيط السليم، وأي تخطيط سليم لا بد يكون يتبني على معلومات دقيقة ومعلومات صحيحة، وهذا المسح يوفر هذه المعلومات الدقيقة وهذه المعلومات الصحيحة، لأنه نحن المسح ده تم حقيقة. نحن الآن نفذنا منه 82% في محليات انتهت بنسبة 100% وفي محليات انتهت بنسبة بتاعة 80%. وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية الاتحادية أكدت أن المشروع وفر قاعدة بيانات من شأنها أن تسهل تقديم الدعم لمستحقيه، حيث نجد أن الدولة اهتمت بوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتطوير وتنمية وتحسين معاش الناس وتخفيف حدة الفقر وسط الأسر الفقيرة. من أجل ذلك سعت جاهدة إلى حصر الفقراء وتصنيفهم للتمكن من تقديم أفضل الخدمات التي تمكنهم من العيش الكريم، مثل مشروعات الدعم النقدي المباشر وبرنامج الشامل للأمان الاجتماعي. ولاية سنار أكدت أن مشروع المسح الاجتماعي وضع خارطة لتحديد قوائم المستهدفين ووضعهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية. ومش كمان نحن نعمل قاعدة بيانات داتا، لا بد من تحليل وتقييم لهذه البيانات، ولا بد من يكون في أبديت مهما كلف. الناس بتنظر لهذا المشروع والصرف فيه وبأنه نوع
من الكماليات، لكن في ناس يعلموا تماما وكلنا نعلم ان هذا المشروع هو اساس العداله اللي نحن بنبحث عنها، حريه سلام وعداله. هذه العداله نحن لما نعتمد على داتا مفعله وعلى باحثين اجتماعيين مدربين ومؤهلين، نفتكر انه احنا المساعده بتمشي للزول اللي بيحتاج لها فعلا، والمساعده بتمشي بحجم الاحتياج. يعني بتصنف حتى الفقير ذاته، بتصنفه ليك زي ما قال الأكثر فقرا ثم الأغلى فقرا. انطلاقة مشروع المسح الاجتماعي الإلكتروني بولاية سنار، يأمل مهتمون بالشأن الاجتماعي أن يكون وضع النواة الأولى لتصحيح مسار مشروعات الدعم الاجتماعي. سمان أحمد عمر، الشروق، ولاية سنار، مدينة سنجا. نشرة الاقتصادية متواصلة معكم وفيها بعد قليل. مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقرا مع انخفاض حجم التداول وعدد الصفقات المنفذة. أهلا بكم وإلى جولة في أسواق المال والأعمال. أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرا عند 14470.8، وشهدت معاملات هذا اليوم مقارنة مع تداولات يوم أمس انخفاض حجم التداول من 9475.5 إلى 7681.9 جنيه بنسبة انخفاض بلغت 19%، فيما انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة إلى 0% بنسبة انخفاض بلغت 28%، وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 63 صفقة إلى 30 صفقة وبلغت 30%. استقر الدولار اليوم قرب أعلى مستوى في شهرين قبيل توقعات بأول خفض في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية هذا الأسبوع، بينما أدت الضبابية المتزايدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى هبوط الجنيه الاسترليني لمستوى منخفض جديد في 28 شهرا، واقتصرت تحركات أغلب العملات الرئيسية على نطاقات ضيقة قبيل خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع لأسعار الفائدة يوم الأربعاء بواقع 25 نقطة أساس، لكن كانت هناك على الأقل بعض الحركة لمل الفرن. وإليكم قائمة بأسعار العملات مقابل الجنيه السوداني كما جاءتنا اليوم من بنك الخرطوم. تراجعت أسعار النفط اليوم وسط قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في حين انتهت المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع بين طهران والقوى الكبرى على نحو إيجابي بصفة عامة، بينما يشير لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط. ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 37 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 63.9 دولار للبرميل، وارتفعت الأسعار 1.6% في الأسبوع الماضي. استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي ستراقبه الأسواق بحثا عن أي مؤشرات على التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1417.7 دولار للأوقية. وكانت الأسعار قد هبطت نحو 0.5% في الأسبوع السابق تحت ضغط قوة الدولار وبيانات اقتصادية أمريكية قوية. في ذات الوقت تتجه الأنظار إلى محادثات التجارة الأمريكية الصينية التي من المتوقع أن تنتقل إلى شنغهاي هذا الأسبوع. في ختام النشرة الاقتصادية هذه عناوينها: ضوابط جديدة لتوزيع حصص الدقيق والوقود بالخرطوم، المواطنون يشتكون من الارتفاع الكبير في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوزع آليات زراعية للمجتمعات المستضيفة للاجئي دولة جنوب السودان. نهاية النشرة الاقتصادية قدمناها من قناة شروق. للمزيد يمكنكم زيارة موقع شروق.net. إلى اللقاء.